ربنا خلقنا وميزنا بالتفكير والأفكار النيرة، ياما أسعدت ملايين بفكرة اتحولت الصحراء لزرع وخير وبساتين، بفكرة أصبحت الدمعة ضحكة ملو القلب والعين، بفكرة نقدر نرسم بكرة أحلى ليا وليك وللتانيين. فكرة البكرة، أفكار غيرت، أفكار أثرت، أفكار نورت الطريق للتايهين. فكرة بدأت نقطة نور صغيرة جمعت حواليها عدد من طلبة كلية التجارة جامعة الزقازيق سنة 2004، وسنة ورا سنة الفكرة كبرت بحماسهم وجهدهم، ونقطة النور الصغيرة أصبحت شعاع قوي من الخير والأمل والعطاء، مش بس نور محافظة الشرقية ولكن امتد أثره ونوره لمحافظات كتير في بر مصر. الفكرة نجحت وأثبتت إن الشباب وطلبة الجامعة ممكن يكون لهم دور فعال وحقيقي في خدمة بلدهم وأهلهم، وده تم بالعمل الجماعي المنظم وبالتحدهم على فكرة واحدة وهدف واحد. بجانب الدراسة ممكن طلبة الجامعة يفكروا ويغيروا في مجتمعهم ويأثروا في اللي حواليهم ويقدموا لنا أجمل نموذج لشباب واعي باحتياجات مجتمعه، شباب ناجح ومؤثر وإيجابي بيطمح دايما للأفضل لبلده وناسه، ودايما خير الناس أنفعهم للناس. بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا النهارده قائد المسيرة والأب الروحي لقافلة شعاع الخير الأستاذ الدكتور عادل حسن قاسم، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق. أهلا وسهلا بحضرتك معانا في فكرة البكرة. أهلا بك يا بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين وعلى كل أهل مصر بإذن الله. نحب نعرف من حضرتك إزاي بدأت الفكرة في الأول، وهل حضرتك كنت متوقع النجاح الكبير اللي وصلت له القافلة دلوقتي؟ أجمل ما في هذه الفكرة إنها بدأت من الشباب ومن الطلبة أنفسهم. كان لي قبل كده مبادرات في الكلية، مكتبة، مركز معلومات، طنش وما شابه، ولكن هذه الفكرة ذات نشأت من طلبة وطلبات الكلية اللي هم طلبوا مني ان احنا نبتدي. والسؤال بتاعك جميل لانه بينقلني للحالة اللي احنا كنا فيها. ابدا احنا ما كناش متوقعين ان احنا صادفنا كل هذا النجاح، لدرجة إن إحنا لما قعدنا مع بعض طيب نقول لو قدرنا نحل مشكلة 10 يبقى إحنا نجحنا، لقينا 10 كتير. قلنا نحل مشكلة 3 يبقى نجحنا، لقينا 3 كتير. قلنا مشكلة 1 وسبحان الله بتلاقي مساعدة شديدة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول ربنا حبى المجتمعات بثروات مختلفة، في منها اللي عنده الغاز وفي منها اللي عنده البترول. ربنا حبانا بأجمل ثروة وهي الثروة البشرية، الثروة اللي هي من أيام الفراعنة بتبني وبتبدع، هي دي الثروة اللي احنا رصدنا للمستقبل. وهم دول شباب مصر الجمال اللي عمر مصر ما هتنكسر طول هم فيها. لما حضرتك هتسمعي منهم تجاربهم كل واحد في موقعه هتعرفي ان الكلام اللي انا بقوله كلام حقيقي وليس إنشاء. أنا شايفة الفكرة نجحت جدا وأثمرت بفضل الله وجهودكم المخلصة. الصورة الأخيرة من قرى الشرقية والعريش أكبر دليل على نجاحكم وأثركم الرائع على الناس هناك، وأفتكر أنكم كنتم من أوائل الجمعيات اللي راحت لسينا من 2010 تقريبا. قدمتم هناك خدمات كتير قوي ورعاية ودعم للأطفال والشباب، ويعني كان لكم أنشطة كتيرة قوي في محافظة شمال سينا من البداية. بالتأكيد، بس احنا عايز احب تصحيح معلومة صغيرة، احنا مش جمعية، احنا أسرة طلابية، وده الشيء المتفرد ان احنا بنحاول نقول ما بين المحاضرات نقدر نعمل حاجات ونلتقي نضحك وننبسط وفي نفس الوقت نغير المجتمع. وطبعا اجمل حاجة يعني احنا بنعتز، مش هقول بنفخر، بنعتز بيها، هو الدور اللي ربنا وفقنا ليه في سيناء، وإن إحنا من 2010 توقعنا بعد السيول إن هذه المنطقة هتبقى مسار متاعب، ومن يومها وإحنا مركزين أنشطتنا في سيناء
وللأسف تحققت النبوءة بتاعتنا إن فعلا المنطقة ديت لطول إهمال أجيال، وليس الوضع الحالي بس، أبدا أبدا، يعني أجيال وراء أجيال كانت سيناء مهمشة. الحمد لله بفضل ربنا وبفضل وعي شعبنا وفضل وعي اللي بيحكمونا حاليا، سيناء بدأت تخش في بؤرة الاهتمام. نفسي الشباب يكلموكي عن أهل سيناء الجمال، نفسي حضرتك تيجي معانا مرة هناك وتقعدي مع أهل سيناء، عشان هتلاقي نفسك ما انتش عايزة ترجعي للقاهرة أبدا. بسيب حضرتك للشباب وتشوف، عشان هم دول أصحاب التجربة الحقيقية وأنا ضيف عليهم فيها. تفتكر حضرتك إيه كانت مقومات نجاحكم اللي اعتمدتوا عليها في البداية؟ وإزاي حضرتك قدرت تجمع الشباب كلهم في الكلية على فكرة العمل المجتمعي وإنهم يشتغلوا بفكر واحد وإيد واحدة؟ وهل حضرتك وجدت صعوبة في ده؟ بص يا بنتي، سن الشباب هو سن المثالية، وانت مريتي بهذه التجربة وكنت طالبة في الكلية، وقد ايه كنا بنحلم مع بعض بمجتمعات جميلة. سن المثالية بتصطدم بان لو ما لقيتيش الكمال، للأسف بيحدث بقى نوع من انواع الانكسار او الاحباط او النقد، او نقعد بقى على النت نتباكى. لا، احنا قلنا واتفقنا على حاجه، الحاجه اللي مش عجبانا تعالوا نشمر ايدينا ونحاول نحلها. في الاول استغربوا الفكره، لا تعال نشمر. والحاجات البسيطه في الاول ونجحنا فيها، اتشجعنا على ان احنا نعمل حاجات اكبر واكبر واكبر، لدرجه ان احنا ممكن نكون متوسط الحال كلنا انا والطلبه، ولكن هم كده ربنا وفقنا ان احنا نوفر اجهزه بالملايين لمستشفى اطفال الاورام عندنا في الشرقيه، قدرنا نعمل بيوت، قدرنا نعمل اسقف، قدرنا نروح سينا بحاجات كتير. كل ده بفعل ان صدق النيه، وان الناس لما وثقوا فيكي وفي ان انت مجرده من الهوى ومن الغرض، ابتدوا بالفعل ان هم يدعموكي علشان نقدر نخطو هذه الخطى هناك. على فكره وبالمناسبه، الشباب هم كلمة السر. لما الناس بتلاقي شباب وبنات طالعين فوق السقف عشان يعملوه، لما يشوفوا بنات رايحة سينا اللي الناس بتخاف انها تروحها، بنات صغيرة رايحة سينا، بتحرك المجتمع. تحريك المجتمع ده هو اللي حقق قدر من النجاح. وعلى فكرة انا بقول قدر النجاح لان احنا بنسعى للكمال ولسه مش راضيين عن اللي حققناه حتى اليوم، ونفسنا يزيد أكثر فأكثر فأكثر. طبعا لكل فكرة نبيلة ثمارها الطيبة وأثرها الباقي. احنا كمان بيسعدنا تكون معانا دكتورة دينا عبد الله، معيدة بقسم المحاسبة بكلية التجارة. ويعني احنا لو أضفنا لاسمها دينا حرف الميم وحرف الواو هيبقى وصفها الحقيقي دينامو القافلة وعقلها المدبر. أهلا أهلا بيكي وسهلا دكتورة بحضرتك، دينا. أهلا بيكي، أهلا بحضرتك، سعيدة جدا أنا مع حضرتك النهاردة. يا ريت تكلمينا دكتورة دينا عن ثمار فكرتكم ونتائج عملكم على أرض الواقع من البداية لحد دلوقتي في الشرقية وخارج الشرقية. طيب حاضر. هو احنا كفكرة يعني بنعتبر نفسنا زي شجرة ليها ثمار، وعشان الشجرة دي يكون ليها ثمار ليها أيضا جذور، واحنا كشباب قافلة شعاع الخير اخترنا ان احنا نكون لوطننا واهلنا بعض هذه الجذور. عندنا مجموعة من الأنشطة على مستوى الشرقية والحبيبة الغالية سينا، وعلى مستوى بعض المحافظات هقولها لحضرتك من خلال الأنشطة. عندنا على مستوى الشرقية أنشطة اجتماعية، وعندنا أنشطة ثقافية، وعندنا أنشطة وطنية. الأنشطة الاجتماعية عندنا زيارات لأطفال المستشفيات والأطفال الأيتام وأهلنا المسنين والفقراء. وبالنسبة لأطفال المستشفيات إن احنا نوفر لهم أجهزة وأجهزة، وعملنا ليهم مكتبة وألعاب ترفيهية بحجرة خاصة بينا في المستشفى. بنروح طبعا ده قبل الكورونا، بنروح من فترة ليا نعمل لهم زيارات ونلعب معاهم ونعمل لهم حفلات عشان نقدر نخفف من الآلام بتاعتهم. وعلى المستوى العلاجي وفرنا ليهم أجهزة وأسرة وأدوية بالملايين، وأضفنا أول صيدلية إكلينيكية متقدمة لأطفال صدماوي.
وأجهزة تنفس صناعية وأسرة للعناية المركزة المجانية لأهلنا الفقراء. ومش بس بنروح عشان نوزع بطانية أو كرتونة أو شنطة، إحنا بنحفز الأطفال اللي موجودة في القرى دي أو في المدارس اللي بنروحها على إنها تشاركنا في التوزيع، علشان نرسخ في وجدانهم أو في فكرتهم فكرة المساعدة وفكرة القافلة نفسها. وبنروح عشان نقول لهم احنا مش رايحين نوزع كرتونة ولا بطانية، احنا رايحين نقول لهم احنا فاكرينكم واحنا بنحبكم وانتوا أمانة في أعناقنا ومش هنسيبكم ولا نتخلى عنكم. وبرضو كان لينا مشروع كبير قوي بعد اسمه مشروع المجتمعي، كان في قرى الحسينية بعد سيول مارس الماضي. كان بنينا 40 بيت و70 سقف وغالبا 20 دورة مياه البيوت اللي هدمتها سيول مارس الماضي. وفي خلال فترة البناء دي، كانت سيول مارس الماضي دي كانت فترة الكورونا، وطبعا في عمالة مؤقتة كتير توقفت عن الشغل، فاحنا قلنا من خلال البناء ده ان احنا نشغل العمالة المؤقتة دي في بناء البيوت والأسقف، فاستطعنا تشغيل جزء كبير من العمالة المؤقتة. ده بالنسبة للأنشطة المجتمعية. لينا أنشطة علمية حتى في ظروف الكورونا انتوا كان ليكوا وجود برضو على ارض الواقع، يعني ما استنيتوش مثلا لما موضوع الكورونا يخلص او كده، انتوا فضلتوا تشتغلوا برضو حتى في الظروف الصعبة دي. احنا خلال فترة الكورونا كلها كنا شغالين ما عدا الفترات اللي بتخص مثلا وقت الامتحانات او المذاكرة بتاعت الشباب، لكن احنا ما قطعناش خالص. بإذن الله، والحقيقة شيء مشرف ومبهر، يعني نموذج رائع نتمنى وجوده في كل جامعات مصر وفي كل جامعات الوطن العربي. شرفنا ومعانا كمان وقود القافلة وقلبها النابض الطلبة، طلبة الجامعة. معانا الطالب عبد الرحمن سويلم. بحضرتك استاذ أهلا زينب، وسهلا عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ زينب. من الحاجات اللي شدتني القافله وحفزتني ان انا ادخل مجال، أنت في أي سنة في الكلية يا عبد الرحمن؟ انا في الرابعه كليه التجاره جامعه سنة استاذ زينب. رابعة، يعني على وشك التخرج إن شاء الله. ايوه ان شاء الله. إن شاء الله. يا ترى إيه أكتر حاجة شدتك للقافلة وشجعتك إنك تنضم ليها؟ من الحاجات اللي شدتني القافله هو طبيعه مجتمع القافله وطبيعه الشباب اللي جواها، بمعنى انه في مجموعه من القواعد والاسس والدنا الدكتور عادل حاططها عشان اي حد يقدر ينضم القافله دي، وده طبعا صح روح المنافسه جوانا احنا كشباب. من ضمن القواعد دي انه لازم اي حد معانا في القافله تقديره في الكليه لا يقل عن جيد جدا، ولو انت داخل القافله تقديرك مثلا في فرقه ثالثه كان امتياز، ما ينفعش السنه اللي بعدها على طول تقديرك يقل عن الامتياز. ده غير ان احنا طبعا لازم يكون عندنا نوع من انواع الاخلاق البناءه والاخلاق الحسنه عشان نقدر ان احنا نكمل في القافله. بناء على كده لما بندخل القافله بنلاقي مجموعه من الشباب عندهم صفات كتير من صفات التميز سواء كانت دراسيه او اخلاقيه او فكريه، فبنلاقي جوه الاسره بتاعتنا صحبه صالحه، ودي طبعا اللي احنا محتاجينها عشان نرتقي بنفسنا ونرتقي كمان باللي حوالينا والمكان حتى اللي احنا عايشين فيه. ده غير ان طبيعه شغلنا داخل القافله مش مبنيه على اساس ان احنا بنروح نوصل كراتين طعام او ملابس او العاب او كتب ومجلات، لا احنا وظيفتنا في الاسره تتعدى اننا نوصل الحاجات دي. احنا في القافله اصحاب اثر، احنا بنترك اثر وبنترك قصه لاطفالنا واهلينا وابنائنا بحيث ان هي تفضل محفوره جواهم وجوه نفوسهم وعقولهم لحد ما نسعى ليهم، وبعد كده بنرجع نلف وبنرجع ليهم تاني بنشحن طاقتهم من جديد. هي دي أجمل حاجة في القافلة فعلا، إنها سايبة أثر، يعني في مودة وفي حب مش بس سد احتياجات. يعني عبد الرحمن، إزاي أثرت فكرة القافلة على شخصيتك ونظرتك للأمور؟ يعني هل عبد الرحمن قبل انضمامه للقافلة غير عبد الرحمن بعد القافلة؟ لا طبعا القافله نمت فينا صفات حلوه كتير جدا وغيرت فينا وجهات نظر كانت خاطئه عندنا احنا كشباب. من اهم الحاجات القافله نمتها فينا وزرعتها جوانا هي روح الوطنيه وروح حب الوطن وروح حب الجيش مصر، وطبعا كمان نمت عندنا ثقافه العمل الجماعي وقد ايه احنا لازم يكون عندنا ثقافه تقبل اراء النقد قبل اراء المدح، لان بناء على كده لو احنا تقبلنا اراء النقد احنا هنقدر ان احنا نطور بشكل مستمر من شغلنا. ده غير ان احنا هي خلتنا نؤمن باهميه انه لازم يكون عندنا عمل خيري، والعمل الخيري ده يكون جوه كل بيت في بيوت مصر، لان ده الاساس اللي هيغير مننا وهو اللي هيشد ايد بلدنا لقدام ان شاء الله.
إن شاء الله. طبعا إحنا قبل ما نغير في الناس لازم نكون إحنا نفسنا اتغيرنا وابتدينا ننظر للأشياء بنظرة مختلفة عشان نقدر إن إحنا نبقى فعلا بنعمل عمل وإحنا مقتنعين بيه تماما. إحنا معانا برضو من الطالبات الطالبة نورهان صباح. أهلا بيك يا نورهان. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ زينب. في أي سنة يا نورهان أنت في الكلية؟ أنا في فرقة تالتة كلية تجارة جامعة الزازي. أهلا بيك يا حبيبتي. تفتكري إزاي نحافظ يا نورهان على فكرة القافلة واستمرارها يعني عبر دفعات الكلية المتتالية، وإيه اللي غيرته القافلة في طريقة نظرتك لمجتمعك ولبلدك بشكل عام؟ تمام. إيه، نحافظ على القافلة إزاي؟ في جملة دايما دكتور عادل بيقولها لنا: انتم لو خرجتوا من الجامعة وما عملتوش قافلة في المكان اللي انتوا فيه، انتوا كده خونة. يعني إزاي؟ يعني انا دلوقتي، انا كنورهان، انا حاليا بدرس في كلية تجارة فمشاركة معاهم في القافلة. إيه اللي انا اعمله بعد ما اتخرج؟ ان انا اعمل قافلة في المكان اللي انا فيه. وانا بدات الجمله دي اثرت فيا، وانا بدات فعلا اشتغل عليها وبدات اعمل الفكره دي في البلد عندي، بدات بين صحابي وقرايبي. بدات اول حاجه في شهر رجب اللي فات، بدات بشنطه واحده، بقيت اجمع كيس سكر على كيس زيت على زيت زيت وهكذا بين صحابي واهلي وعيلتي. بس بدات الفكره تكبر معايا واحده ورا واحده، والحمد لله بفضل ربنا على ما جه شهر رمضان كنت جمعت 100 شنطه من قرايبي ومن اهلي ومن صحابي. ما ده شاء كله الله. غير ده كله غير القافلة، يعني ده كله غير الأنشطة بتاعت القافلة. ده كده بره القافلة، دي قافلة بدأت أعملها في بلدي أنا، والحمد لله الموضوع بدأ يكبر يوم عن يوم. يكفي بس كمية السعادة والراحة اللي احنا بنقابل بيها الناس. احنا مش بنروح للناس علشان نديهم شنطة أو نديهم كرتونة أو هكذا، احنا بنروح كفاية بس الابتسامة، نروح نتكلم كلمة حلوة نحفزهم، اللي هو بنبقى جايين احنا نفسنا مرتاحين نفسيا. إيه، وعلى سبيل المثال اللي أثر فيا لما كنا في سفرية سينا من كام يوم، إيه، حب الأطفال لينا كان شيء مبهج لدرجة إنهم مش عايزين يسيبونا، وده الأثر اللي إحنا سيبناه ليهم، حبنا ليهم. مش رايحين نودي شنطة مدرسة، ولا رايحين نودي كتاب ولا أستيكة ولا مسطرة، إحنا رايحين نتكلم معاهم، رايحين نحتويهم. إحنا رحنا جايين من سينا مش عايزين نروح، إحنا دكتور عادل مرجعنا من سينا عشان خاطر الامتحانات. وزي ما عبد الرحمن قال من شوية ان احنا ما بنقلش عن التقدير، اللي بيجيب اقل من جيد مش موجود معانا في القافله، فلازم تقديرنا يكون عالي. دي حاجة محفزة جدا جدا ليكوا كلكوا ولكل طلبة الكلية على فكرة، مش ليكوا بس. ده حقيقي جدا، واحنا بنحفز على كده، واحنا بنحاول نذاكر اكتر واكتر علشان نبقى مجتهدين، عشان نبقى موجودين في القافله من حبنا للقافله. دي احنا حقيقة. راجعين من سينا مش حابين ان احنا نرجع من سينا. اهل سينا وناس سينا واطفال سينا، احنا رحنا هناك اول مره اروح سينا واول مره اجرب التجربه دي، بس فعلا اتمنى ان انا اجربها تاني وان شاء الله هروح ليهم تاني. وحقيقي حقيقي جايين مبسوطين جدا من سينا. هي أحلى حاجة في الصور بتاعت سينا فعلا الأطفال، وباين في عينيهم فعلا الفرحة والبهجة اللي انتوا أدخلتوها عليهم بجد. شكرين قوي قوي يا نورهان. معانا من المتخرجات من الجامعة الطالبة آية عبد الجيد. أنا قلت طالبة لأني عرفت إنك بتكملي دراسات عليا بالكلية. مظبوط، أهلا بحضرتك يا أستاذة زينب، ربنا يخليكي. أهلا بحضرتك، أنا دفعة 2017، بعد ما خلصت على طول كملت دراسات عليا، وفي نفس التوقيت دوت ربنا كرمني وبدأت حياتي المهنية بدري. ما حسيتش اللحظة إن وجودي في القافلة أو في العمل التطوعي بيأثر على دراستي أو شغلي، والتلاتة كانوا ماشيين في نفس الوقت بالتوازي، بل بالعكس كنت بحس إن شغلي في القافلة بينظم لي باقي الشغل التاني وبينظم لي دراستي. وزي ما كل زمايلي قالوا إن موضوع التقدير ده حاجة مهمة وبنطبق عليا أنا كمان كدراسات عليا، بل بالعكس يمكن أكتر. من أول يوم دخلت في قافلة وأنا حاساها مكان مختلف تماما بكل أفكارها وبكل أنماطها. الناس دي فعلا ما بتوزعش حاجات مادية، لا بطانية ولا كرتونة، مع إنها مش عيب، بس بتوصل رسالة وفكرة عشان إحنا أصحاب رسالة ونقدر نبني ونعمر بالرسالة. الكرتونة هتخلص والبطانية مع الوقت هتدوب، بس الفكرة هي اللي هتفضل موجودة وهي اللي هتستمر. إزاي حافظتي على تواصلك مع القافلة يعني بعد التخرج والشغل؟
هقول لحضرتك انا مش حافظت على التواصل، القافله بانشطتها هي اللي كانت بتشدني، هي كل ما يكون عندي شغل في حياتي الخاصه او في دراستي ان انا احاول ان انا انظم كل ده واجي اشارك افكارهم الجديده بتحتويني، بتخليني عايزه اشارك معاهم. لما يبقى هدفهم في عز الازمات، احنا مثلا هنروح المكان الفلاني وهنسافر المسافات دي كلها عشان نروح نرسم بسمه على وش طفل ونقول له ان انت مش مهمش، بالعكس انت جزء من البلد دي، زي ما كلنا راجعين بنتكلم عن سفريه سينا ان احنا رايحين مخصوص نقول للاطفال دي انت جزء من بلدنا، بل بالعكس انت اللي في المقدمه وانت اللي بتستقبل الصدمات وانت اللي بتحمي باقي البلد. تفتكري شغلك في القافلة غير إيه في طريقة تفكيرك وتعاملك مع المشاكل اللي بتقابليها، خاصة أنت لسه في بداية حياتك العملية؟ غير كتير، أهم حاجتين غيرهم العمل الجماعي. العمل الجماعي أثر عليا بشكل اللي هو أنا أشوف أنسب مكان أقدر أأدي فيه أو أطلع طاقتي فيه، بغض النظر أنا موقعي من الإعراب إيه أو مش ما بصش لأي منصب قيادي. العمل الجماعي بيطلع طاقة أكبر، إن إحنا لما مش كل واحد بيشتغل بل بالعكس المجموع كله هيبقى نتيجته في النهاية أكبر من الشخص الواحد أو الفرد الواحد. الحاجة التانية علمنا إدارة الأزمات. عندنا دايماً لما نبقى شغالين في أي نشاط أو فعالية طبيعي ان هو يحصل اي حاجه غير المتوقعه. لما كان حد فينا يجري على دكتور عادل، يا دكتور الحقنا احنا حصل عندنا المشكله الفلانيه، دكتور عادل اول حاجه يقولها لنا قبل ما يسمع المشكله، ما تجيش تقولي انا عندي مشكله، تعالى قولي المشكله بالحل، اخلق من الازمه حل. وده اللي حصل معانا في كل الانشطه وفي باقي التجارب اللي احنا قمنا بيها والتجارب اللي انا قمت بيها مع شباب ديار بكلهم في ظل ازمه الكورونا. يا ريت تكلمينا عن التجربه دي اللي انتوا عملتوها في قريه ديار بنجم، انت وباقي الشباب اللي موجودين معاكي في القريه. الموضوع بدا معايا انا تحديدا، أهلي اتصابوا، والدي ووالدتي اتصابوا في الموجة الأولى، في آخر الموجة الأولى، فعرفت يعني إيه كورونا، شفت المرض بعيني، وعرفت يعني إيه إن رب الأسرة أقل حاجة من 20 يوم لشهر قاعد في البيت تماما بدون شغل. وده طبعا بيدخلنا لسكة الآباء أو رب الأسرة اللي بيشتغل باليومية، بالإضافة للروشتات والأدوية والإشاعات ومصاريف العلاج، الحاجات دي كلها باهظة التمن جدا. فابتدأنا ان احنا طيب هنوفر مواد غذائية ليهم، طيب نوفر أدوية، طب نعمل ايه؟ بدأنا الدكاترة يتعاونوا معانا لما عرفوا ان احنا بنعمله، تعاونوا معانا وعايزين ان هم يكشفوا، ابعتوا لنا الحالات بالمجان او حتى لو استشارات في التليفون. الدكاترة الصيدليين كل دكتور يقول طيب اي مريض كورونا غير مقتدر يجي ياخد الادويه اللي هو عايزها من الصيدليه عندي وملوش دواء بالعلاج. بدانا مع الموجه الثانيه وازمات انابيب الاكسجين، ان احنا لما يواجهنا مرضى المستشفيات مكتمله، الناس محتاجه اكسجين، بدانا ان احنا ندور على انابيب الاكسجين. اقول لحضرتك حاجه، ان احنا يعني نكاد نكون وصلنا ان احنا نروح لعمال اللحام اللي بيستخدموا انابيب الاكسجين نقول لهم دلونا نجيبها منين وعرفونا ايه افضل انواعها ونستخدمها ازاي. وطبعا اتعرضنا لاستغلالات كتيرة جدا في الاسعار ومتاجرة بالازمات، بس ده بالعكس عمره ما يعني ما قلل من مجهودنا او صبت من عزيمتنا، بل بالعكس كان بيزيدنا اصرار اكتر، بقينا عندنا حرص كبير ان احنا نولد من رحم الالم اللي احنا كلنا عايشين فيه دوت، نعمل امل ونقول للناس ما تخافوش فترة وهتعدي. ابتدينا ان احنا نقول للناس ساعدونا، يدلونا على أماكن نشتري بيها، عايزين تشتروا لنا أنابيب، عايزين تنضموا لينا بالمساعدات، اللي يقدر يساعد بالمجهود أو بحاجة معنوية، اللي قادر يطبطب على جاره أو يراعيه في مرضه. وبدأنا الموضوع ينتشر بكده، بل بالعكس كمان أحد زمايلنا لما لقى فيه استغلال إن إحنا مش عارفين نكرم موتى كورونا في موضوع الغسل، واحدة من زمايلنا اتعلمت الغسل وبقت بتعمله لوجه الله، بحيث ان احنا نبقى فريق متكامل علشان ما يحصلش اي تضارب بين الادوار. قسمنا نفسنا فريق بينزل يعمل استكشافات للحالات اللي هي فعلا محتاجة ادوية، المرضى اللي محتاجة ادوية او مواد غذائية ويتابعهم، فريق بيبقى معه اجهزة قياس اكسجين ينزل للمرضى يتأكد بنفسه، مع طبعا
اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية وبدل العزل اللي هم كانوا بينزلوا بيها للمرضى ويخشوا بيتهم، وان هو ده محتاج انابيب اكسجين، طيب احنا هندي لك انبوبة وبنتابع معاه، بنتابع كمان مع الناس او الجهات اللي هي بتقدر تستبدل لنا الانابيب الفاضية بانابيب مليانة. بدأنا نحاول ان احنا نغطي كل الجوانب لحد ما شاء الله. يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، وده بيأكد ان من عباءة القافلة ممكن تطلع قوافل كتير جدا في المستقبل. يعني بالظبط بالظبط. وبعدين زي ما قلت لحضرتك، في عز ما الناس كلها كانت قاعدة خايفة من الكورونا وقاعدة في بيوتها، احنا كان شبابنا وشباب ديارب وشباب القافلة كلهم، كل واحد شغال في اتجاه، كل واحد ما وقفش، ما فيش أزمة هتوقف. اللي بيمشي في طريق ربنا، ربنا بيفتح له كل أبواب الخير وبيسر له كل عسير. ألف شكر يا آية. إحنا دايما يعني عارفين إن الأفكار الخيرة النبيلة دي بذورها بتنتشر بسرعة جدا، وأثرها هيفضل باقي بإذن الله. أحب أختم اللقاء مع الأب والأستاذ دكتور عادل قاسم. حضرتك تفتكر فكرة الدور المجتمعي لشباب الجامعة إزاي تتحول إلى توجه عام في كل الجامعات؟ ده سؤال مهم جدا، وده فعلا بعتبره هو ركيزة لدفع المجتمع للأمام أو إبقائه كما هو. إحنا عندنا قطاع اسمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هذا القطاع لابد أن يفعل بحيث يكون فيه مسؤوليات محددة زي الجدول الدراسي، يبقى فيه جدول مجتمعي. لابد أن كل طلبة الجامعة بل وكل طلبة المدارس يكون عليهم شق من الواجب المجتمعي. عندنا لو كان عندنا القوات المسلحة فيها نحو 1,000,000 أو أقل مقاتل، شوفي الجامعات المصرية فيها كم مليون شاب يقدر يعمل إيه، يقدر يعيد صياغة في 3 سنين مش أكتر، يعيد صياغة الحياة على وجه بلدنا الجميلة مصر. عندنا ثروة عظيمة محتاجة بس اللي يقدر يحتضنها ويراعيها ويدفعها للأمام. يا ترى إحساس حضرتك إيه يا دكتور عادل وإنت شايف الفكرة بتكبر ووصل أثرها لناس كتير قوي، فئات متعددة في الشرقية وسيناء والأليوبية، أطفال وشباب وتزويج أيتام ودعم مستشفيات بأجهزة طبية، حضرتك بتحس بإيه لما بتشوف الثمار الكتيرة دي الجميلة دي؟ أنا عندي إحساس متناقض، لحظيا ببقى سعيد لكن بعد هذه اللحظة ببقى تعبان جدا. إني بقول لما يكون عندي دينا وعندي عبد الرحمن وعندي آية وعندي وعندي وعندي، طب الآخرين دول ليه ما بقوش كده؟ فبحس بتقصير إن أنا ما قدرتش أوصل الفكرة لأكتر من كده، بحس التقصير فعلا، أو بحس بقولك بأمانة بحزن إن بقية الشباب الجمال اللي من نفس المعدن ومن نفس البيئة ومن نفس الأصل ما خدوش نفس الفرصة، وبالتالي أمنا مصر في جزء من شبابها معطل. فأنا ببقى حاسس بعدم الرضا من حاجة تانية، وبقولها لك وأنا يعني حقيقي بحبس الدموع في عيني وأنا بقولها لك. لما بشوف طفل بيفرح بينا وبيحضننا في سينا أنا برجع تعبان جدا. طيب بعد الشوية اللي احنا عدناها معاه احنا هنعمل له ايه؟ هنعمل له ايه؟ هو ده السؤال الجوهري، مش عملنا له ايه وفرحناه شوية، هنعمل له ايه علشان يكون مستقبله في أمل وفي رقي؟ ده سؤال محيرني جدا وبيزعجني جدا، وفعلا نفسي ان احنا نقدر نحط رؤية على ارض الواقع ان الاطفال ديت ما تضيعش مننا، الاطفال ديت يطلعوا اشجار وفروع للامل في ارض سيناء باذن الله. عمر الواحد يا بنتي الجميلة استاذة زينب، عمر الواحد ما يرضى عن نفسه، ويوم ما هنرضى عن نفسنا نحس ان احنا فشلنا. لازم نظل حاسين بأن هناك ديون ما زالت بعنقنا تجاه أمنا الغالية مصر، تجاه أطفالها، تجاه شبابها، تجاه كل شيء جميل فيها.
هل حضرتك عشان تبقى الفكرة حية ومستمرة ويبقى أثرها الجميل، هل حضرتك بتعد صف تاني لقيادة القافلة؟ الحمد لله على قد ما بقدر، لكن أنا مستنزف إن كل الصف التاني عندي بيتخرج، واللي بيسافر واللي بيتجوز واللي بيخش جيش واللي واللي واللي، لكن سعيد بأن الحمد لله عمالين نفرخ ومقتنع إن الحمد لله. يعني دي أنت سمعت عن تجربة آية، سمعت عن تجربة نورهان، عبد الرحمن بيعمل تجربة، عندنا مجموعة جميلة جدا في البيس عاملة تجربة، عندنا مجموعة في الحسنية عاملة تجربة. الحمد لله مصر بخير، ومش بالقافلة بس، والله مصر بخير، فيها رسالة وفيها صناع الحياة وفيها وفيها وفيها، مصر فيها شباب جميل جدا 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 جدا. ولو رحت برضو سينا هتلاقي المجموعات الجميلة اللي هناك عاملة مبادرات مذهلة. مصر بخير بما حباها الله، أفضل مورد في العالم كله، الموارد البشرية اللي ربنا ادها لنا. أخيرا دكتور عادل، رسالة حضرتك توجهها لكل طالب مقدم على دخول الجامعة، تحب توجه له رسالة تقول له فيها إيه؟ أقول له خلي بالك من أمك الجميلة. أنا كنت بسأل الأطفال في أي حتة بروح أقول لهم بتحبوا أمكم؟ يقولوا لي آه. بتحبوها بجد؟ آه. طب لو أمكم تعبانة شوية ولا فقيرة هتحبوها؟ قالوا لي آه. طب أمنا مصر لو تعبانة شوية أو عندها ضائقة اقتصادية نحبها ولا ما نحبهاش؟ يعني مش عايز أي شاب يا جماعة يشعر بنقمة على بلدنا عشان ضيق الإمكانيات، لا، دي أمنا ولازم نشيلها على دماغنا، طلبة هنشيلها على دماغنا، خريجين هنشيلها على دماغنا لحد ما نموت. تعالوا معانا سينا عشان تشوفوا الضباط هناك شايلين أمهم على دماغهم إزاي، وبيسقط منهم في لحظة، كان في وسطيهم يسقط شهيد ما بيعيطوش، مع انه زميله، مع انه بينام جنبيه في نفس الاوضه او في نفس السرير، ما عندوش وقت يعيط. ليه؟ لانه لو قعد يعيط هتضيع منه البلد. وبالتالي تعالوا ناخد الدروس ديت علشان كلنا نبقى درع للبلد ديت. خلي بالك انت امك مستنياك، هي دي اهم حاجه لازم تبقى عارفها، امك مستنياك، ودي اغلى ام في الوجود. مش هنهتف لمصر بس في ماتشات الكوره وما يصحش، لكن هنهتف لمصر في عز الازمات، وهنهتف بالعمل مش بالغنى بس. انا بشكركم جميعا، شكرا جزيلا دكتور عادل قاسم استاذ المحاسبه بكليه التجاره جامعه الزقازيق، بشكر دكتوره دينا عبد الله معيده بقسم المحاسبه كليه التجاره جامعه الزقازيق، والطلبه اللي شرفونا نورهان صباح، ايه عبد الجيب، عبد الرحمن سويلم. والحقيقة بشكر وبحيي كل أعضاء قافلة شعاع الخير جامعة الزقازيق اللي ضربوا أروع مثل للعطاء والإحساس بالمسؤولية، وأثبتوا بالتجربة إن الحماس والإصرار والحب هم دايما مفاتيح لنجاح الأفكار. دمتم بخير يا قافلة الخير، ودامت فكرتكم النبيلة للنهاردة والبكرة. بشكر مستمعينا الأعزاء، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وفكرة جديدة لبكرة. خلصت حلقتنا النهاردة، لكن الأفكار مش ممكن تخلص أبدا، مع وعد بحلقة جديدة وفكرة جديدة لبكرة. كانت معاكم زينب الفضالي من إذاعة أبسبيك.